نقرأ لكم رسالة صاحب المقطع الذي ستشاهدونه الآن والأهالي في قرية كاظم غازي التابعة لمحافظة القادسية. الرسالة تقول: إلى منظمات المجتمع المدني وممثلين مفوضية حقوق الإنسان والهلال الأحمر واليونيسيف الدولية المحترمين، نتمنى النظر لطلبتنا وإنصاف قرية عبد الكاظم غازي الواقعة في ريف قضاء الحمزة التابع لمحافظة القادسية، والنظر لمظلومية أطفالنا الأبرياء الذين يعانون في الذهاب إلى الدراسة لمدارس المناطق المجاورة والتي تبعد 5 كيلومترات عنا، علما أن آخر الإجراءات التي حصلنا عليها هي موافقة مدير عام سابق وبأمر إداري لافتتاح مدرسة، لكن نتفاجأ لعدم تجهيزنا بكرفانات وأغلب أطفالنا يسلكون الطريق ولمسافات بعيدة، وفي بعض الأحيان حدثت حوادث مرورية راح ضحيتها طلبة أبرياء. دعونا نشاهد. نريد أن مدرسة غادية من نريد بس كارفانات، نرجو منكم التوفيق. شو تطالبون أنتم؟ منين جاي يجيون يعني المدرسة تدامون منين؟ من المنطقة بعيدة؟ نلعب شوية ونجي لهنا، حتى مدارس ما فيها منا. زين شو تطالبون؟ طالبون يعني مدارس وكارفانات. لا لا.